السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين متابعين قناة الإمام الحسين الفضائية الثانية من كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم على حب الحسين عليه السلام، وتقبل الله صيامكم وطاعتكم بأحسن قبول. حياكم الله أخوتنا أخواتنا متابعي قناة الإمام الحسين الفضائية أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم يا رب في كل خير، وحياكم الله أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج على حب الحسين عليه السلام، وإن شاء الله يا رب فاتحة خير إلى كل أخوتنا وأخواتنا متابعينا ومشاهدينا والداعمين لقناة الإمام الحسين عليه السلام. نتوجه إحنا وياكم للسلام على سيدي مولاي بي عبد الله الحسين وأخيه بالفضل العباس نيابة عنكم، خليكم ويانا. يلا ملا. اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا بالفضل. السلام عليك يا من وفى ببيعته، السلام عليك يا حامل لواء الحسين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله مشاهدينا متابعينا مرة ثانية بعد ما أدينا الزيارة نيابة عنكم. نتمنى لكم إن شاء الله قضاء الحوائج، شفاء المرضى، تسهيل الأمور. أصحاب الحوائج إن شاء الله في هذه الليلة إن شاء الله داعي لهم عند الحسين بقضاء حوائجهم بحق محمد وآل محمد. بعد ما شاهدتوا هذا الفاصل اللي شفتوا أنه الأخوة العاملين اللي يشتغلون في سطح في بناية، يعني في سطح البناية بناية بيت الحسين اللي في شارع قبلة الإمام الحسين عليه السلام خلف المخيم الحسيني، اللي يجهزون الاستوديو المفتوح اللي يكون أمام قبة سيد الشهداء حتى من خلاله ننقل الأجواء الحسينية في أيام زيارة الإمام الحسين في أيام الأربعين، في مراسيم أهل البيت، في كل الزيارات اللي تكون لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. ومن خلاله أيضا نحاول ننقل للناس أنه عن مراسيم ومراسيم وشعائر أهل البيت، الشعائر الصحيحة، بعيدا عن التدليس، تدليس الوهابية الناصبية لهذا المذهب الشريف، نبين حقيقة مذهبنا الصحيح الطاهر، هذا المذهب النقي لكل أنحاء العالم من خلال مجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية. ولذلك احنا دائما نقول الأخوة والأخوات دعمكم لقناة الإمام الحسين الفضائية، مساهمتكم في هذه البناية، مساهمتكم لنصرة مذهب أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن كثير من الإعلام المضلل لهذا المذهب يحاول أنه ينال من هذا المذهب، يشوه هذا المذهب، يحاول أنه يضلل على هذه الصورة الحقيقية لمذهب أمير المؤمنين سلام الله عليه. فتلقون الإعلام الوهابي، الإعلام الناصبي، كثير من الإعلام ويدعمونه، يعني يدعمونه من كل الدول، يدعمون هذا الإعلام في سبيل أن ينالون من مذهب أمير المؤمنين. فإحنا نريد إن شاء الله مساهمتكم لإكمال هذه البناية نصرة لمذهب أمير المؤمنين سلام الله عليه. شو تقول سيد عماد؟ والله كلامك كفى ووفى، وإن شاء الله حقيقة واضحة، يعني جدا واضحة، يعني حليمين ويعرفون كلامك. وإن شاء الله نتمنى من كل أخوتنا وأخواتنا اللي يشاهدونا حاليا، أخوتنا أخواتنا، البناية اللي شفتوها واللي دنعلن دائما عنها واللي دنجمع تبرعات حتى أنه تكمل هذه البناية وهذا الصرح الحسيني بدايتها من الأرض وحتى ما وصلت عليها الآن من الإعمار والإنشاء اللي يتم حاليا فيها، كله الفضل الأول والأخير يرجع لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، لأنه هاي البناية أساسا باسمه ولخدمته ولخدمة أهل البيت سلام الله عليهم. والفضل الثاني يرجع إلى كل الأخوة والأخوات من مختلف العالم من كل الجنسيات شاركت وخلت نفسها في كربلاء المقدسة مثل ما نقول حجر، هذا الحجر يدر عليها من العطاء لخدمة الحسين عليه السلام. يعني لما كانوا يعرفون أنه قيمة تربة كربلاء الحسين ما كان شاركه ولا كانوا ساهموا ولا كانوا أنه تبرعوا حتى ينبني هذا الصرح الحسيني، من مختلف الجنسيات، من مختلف الأعمار، من شيبة، من نساء مسنات، من أطفال صراحة، يعني حتى أطفال كانوا أنه كثير من الحلقات لابد أنه روجنا وسمعتوا القصص أنه أطفال كانوا أنه يجمعون المبالغ مالتهم في الدخل الخاص بهم أو الصندوق الخاص بهم لجمع الفلوس اللي تتبقى من أبوه أو أمه أنه يعطيه إياه كهدية، كان أنه يجمعها حتى آخر الشهر مثلا يفتحها أنه يشتري له شيء معين، من سمع أنه أكو قضية للحسين عليه السلام ومن محبتهم للحسين ومن تربية أهلهم الفاضلة اللي خلوا في قلبهم حب الحسين عليه السلام، خلوهم أيضا أنه يدخلون ويشاركون مع الحسين عليه السلام ويخلون لنفسهم صدقة جارية لخدمة أبي عبد الله. يعني الطفل الصغير رف قلبه وشارك لسيدي مولاي أبي عبد الله الحسين حتى يوصل شعاع نور الحسين عليه السلام. ومن توعيتنا ومن إرشادنا ومن إصلاحنا ومن توجيهنا من خلال قنوات الإمام الحسين عليه السلام للعالم أجمع، كثير ياما كثير من الناس أنه صراحة استبصروا، كثير من الأخوة والأخوات أنه من الوعي والإرشاد حاولوا أنه يقدمون بعد مجهود أكبر للحسين عليه السلام، حاولوا أنه يفتحون حسينيات في خارج العراق وفي العالم أجمع طبعا لخدمة الحسين عليه السلام. وهذا الدور الأول والأخير يرجع إلى الرسالة المحمدية وطريقة إيصالها للعالم. ومثل ما بالسابق يمكن سامعين أنه فت قصة من نقلها الأخ مصطفى جواد اللي كان يقدم وياي البرنامج، يوم من الأيام يقول أنه أحد الأخوة
أو إحدى النساء تقول إنه ساكنة في بلاد الغربة في أمريكا على ما أتصور. فبرنامج كان إنه يقدم في قناة الإمام الحسين عليه السلام من الخادم حرم سيدي مولاي علي بن موسى الرضا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الخادم اللي كان يأذن في حرم الإمام الرضا فد يوم انه صار وياه فد لقاء طبعا من قناة الإمام الحسين. صار اللقاء انه التقينا به وحكينا وياه واخذنا الى بيته. من اخذنا الى بيته انه كان يعني يدخل الى بيته وقال انه اني اراويكم اعز مكان عندي وعز شيء املك بالدنيا هو رضاية امي، وهي السبب بدعائها وبتوفيقها وبتربيتها إلي وصلت للمكان اللي أنا بيه. يعني ماكو واحد يحصل هيك مكان عظيم إنه خادم لعلي بن موسى الرضا ومنه المؤذن مال الحرم الشريف. فمن دخل نزل وقبل رجل أمه وقال إنه هذا الفضل الأول والأخير، وأتمنى إنه يا ربي يأخذ من عمري ويعطيها عمرها ويكثر في عمرها حتى إنه مين فجع قلبي بيها. فكان هذا البرنامج إنه يبث على قناة الإمام الحسين، وهذه الحلقة تحديدا كانت تبث على قناة الإمام الحسين عليه السلام. الأخت اللي اتصلت بينا من أمريكا قالت إنه فضل قناتكم وفضل البرامج اللي تقدموها، لله الحمد أنا صارت وياي فد معجزة أو فد شيء، صار تغيير في حياتي. يا با أختنا شنو التغيير اللي صار بحياتكم؟ قالت أني بالنسبة إلي عندي ابني وبلاد الغربة، وتعرفون بلاد الغربة لا أكو توعية لا أكو إرشاد ديني، كل من عايش حياته مثل ما يريد وكل من يطلع مثل ما يريد ويسهر مثل ما يريد مثل ما يريد حياته خاصة بي. من بعد ما يبلغ سنة 18 سنة بعد ما من حق الأهل إنه يسيطرون عليه إلى حريته الخاصة، إيش ما يسوي بحياته يسوي. فتقول انه ابني كان والعياذ بالله وبهذا الشهر الفضيل انه ابني كان من شاربي الخمر ومن المعتادين على شلون نقول انه المخدرات والعياذ بالله، ويا رب يحفظ كل شبابنا وكل اخوتنا ان شاء الله امين رب العالمين. تقول فكان انه يوصل مرحله ابني يجي يضربني على مود انه ياخذ من عندي فلوس حتى يروح يرضي غريزته. تقول فالمرة والاثنين والثلاثة تقول وصلت مرحلة انه قبل يمد ايدي انا اللي عندي اشيلها اطهيها، حتى لان انه صعبة علي انا ام ربيت وكبرت وتعبت تالي متالي انه اجازة انا ابني يمد ايدي علي. لا لا لا. فتقول بهذا اليوم اللي على قناتكم طلع الخادم علي بن موسى الرضا ودخل على امه وباس وقبل ايد امه، تقول فيا سبحان الله انه بهذا اليوم كان ابني قاعد يمي ودي يشاهد هذه الحلقة. تقول من بعد ما خلصت الحلقة ما أشوف إلا ابني يبكي ونزل على إيدي ورجلي يقبلهن وقال يا يما من هاي اللحظة أني شنو تطلبي مني أنا حاضر وأتمنى منك إنه السامحيني على كل شغلة سويتها، وأنا من هذه اللحظة أقسم لك بعلي بن موسى الرضا أنه أنا بعد ما أسوي أي خطيئة ولا أسوي أي شيء يأذيك وما أطلب غير رضايتك وعفوك وسماحك إلي، وأتمنى كل الراحة أنه يا يوم ما تنسي صعب أنه تنسي، لكن اللي أطلبه أنه ما دامك بحياتك ترضين عني. يعني طريقة إيصال الرسالة الحسينية، إحنا في كربلاء مقدمين برنامج عن علي بن موسى الرضا وعن خادم علي بن موسى الرضا المؤذن للحرم الشريف. شوف يعني نحن في كربلاء وبرنامجنا في إيران، يبث وين؟ عبر شاشة قناة الإمام الحسين إلى أمريكا، يشوف هذا الشخص ويتعظ. يعني طريقة إيصال الرسالة تكون عبر شاشات قنوات شيعية تهدي العالم، هو هذا هدف، ترى هدف الإعلام الحسيني. وإحنا لحد الآن ليش إنه باقين يا مولى حسين؟ أنا من باقي هنا إنه واقف يا أخوتنا، شاركوا يا أخوتنا ساهموا، وباقي برامجنا إنه هو هذا هدفنا، هذا هدفنا الحقيقي والواضح. أكيد إنه أكيد إنه نحاول إنه نرشد شبابنا، نحاول نقربهم لهذا المذهب الصحيح، نحاول إنه نبين لهم حقيقة أخلاق محمد وآل محمد، ثقافة أهل البيت سلام الله عليه، نسحبهم من الطريق الضلالة إلى طريق النور. أكثر المستبصرين ترى استبصروا عن طريق ثورة الإمام الحسين عليه السلام، حتى ولو أنه مستبصرين أستاذ حسين، حتى ولو أنه أكثرية العالم هم من المغرب العربي،
خب المغرب العربي بعيدة جدا استبصروا عن طريق ثورة الإمام الحسين وعن طريق شنو؟ أكيد. عن طريق الإعلام الحسيني. اعتبر أنه حتى لو يصل لرأس الخيط هذا كان إنسان واعي يريد يعرف هذا رأس الخيط وين ينتهي. صحيح. وين الجذر مالته؟ يحاول يدقق، يحاول يتمعن، يحاول يبحث، يشوف أنه هذا شنو هذا؟ صح. اللي حكوا عنه الحسين من هو الحسين؟ صح. أو عن فلان من البشر شنو؟ يحاول يتقص إلى حد ما يوصل للصواب. واحنا نريد انه هنوصل كل شبابنا للصواب، نريد هذه الرساله ما تتوقف، وهذا شهر الخير. اوكي. وهنياله هنياله هنياله اللي يقدر يدخل الفرحه بقلوب في قلوب في قلب سيدي مولاي الامام الحجه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر، واجعلنا من انصاره واعوانه، ويا رب تقبل من عندنا هذه الخدمه للحسين عليه السلام، كن راضي عنا يا رب العالمين. إن شاء الله، آمين رب العالمين. سيدنا، ترى أهمية الإعلام الحسيني، أنا دائما أركز على هذه النقطة، هو كل إنسان يدعم قضية سيد الشهداء، يساهم في هذه القناة على حب الإمام الحسين عليه السلام، هو راح يدعم هدف من أهداف الإمام الحسين عليه السلام، بل أهداف الأنبياء، خلينا نقول أكيد. أهداف الأئمة، هدف الأئمة، الهدف الوحيد اللي هو هدف الإصلاح. أكيد. لو تلاحظ كل الأنبياء، كل الرسول، كل الأئمة هدفهم الرئيسي هو الإصلاح. الإصلاح على مستويات، إصلاح النفس، إصلاح في الدين، إصلاح في العقيدة، إصلاح في الأمور الفقهية، في مختلف الأمور. نعم. تلقى هدف الإصلاح. فأنت لما تدعم قناة تتكلم عن ثقافة أهل البيت، أنت كنت صرت داعم للمشروع الإلهي لو لا؟ أكيد بالمية مية. أنا أسألك، صرت داعم لو لا؟ صرت أنت سبب بهداية مجموعة من الأشخاص لو لا؟ صرت سبب بهداية البشرية؟ كنت أحد المساهمين بالهداية لو لا؟ كنت أنت صرت عفوا صرت أنت من حزب الله اللي الله يذكرهم في الآيات القرآنية؟ حزب الله هم الغالبون. هم الغالبون، أحسنت سيدنا. فدعمك لقناة الإمام الحسين، دعمك على حب الحسين، دعمك لهذه البناية، هو دعمك للمشروع الإلهي، دعمك لهدف الأنبياء والأولياء والصالحين اللي هو الإصلاح في المجتمع، إصلاح الناس إلى ووصولهم إلى جادة الطريق، انتصار نصر حزب الله على حزب الشيطان. احنا في معركة، الدنيا حاليا في معركة، منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا احنا في معركة مستمرة. هذه المعركة معركة الحق والباطل. انت هسه تحدد مصيرك، سنت الوصف، تحدد مصيرك، اما تكون مع أهل الحق اما تكون مع أهل الباطل. تكون مع أهل الحق تكون مع الحسين وآل الحسين، تكسب مع آخرتك. محمد وآل تكسب محمد، آخرتك هم هذول الحق. وإذا كنت من أهل الباطل تضيع دنياك وآخرتك، وإذا صرت من أهل الباطل أنت بعد ضيعت الدنيا والآخرة، لا ربحت بدنياك. يمكن تحصل الله ينطيك الدنيا بس الآخرة ما إلك، بس إذا تريد الآخرة وتنصر الحق فذلك جزاء عظيم. أكيد. فهنيئا لكل الأخوة والأخوات اللي يساهمون ويانا دائما، وإن شاء الله نقول للأخوة والأخوات اللي يشاهدون حاليا هذه الأرقام أسفل الشاشة، اتصل وساهم على قدر حبك للإمام الحسين عليه السلام، نستقبل على قدر حبك ومساهمتك لسيد الشهداء، هو هذا دليل على حبك وإخلاصك للإمام الحسين عليه السلام ودليل على خدمتك. وإن شاء الله الأخوة بانتظاركم على هذه الأرقام، بانتظار اتصالاتكم إن شاء الله، وأيضا نكون نائبين. كل إنسان يتصل ويانا ويساهم راح يدخل اسمه بالقرعة الأسبوعية اللي بارحة أجريناها وفاز بها أحد المساهمين، مرتضى، الأخ مرتضى عبد العباس من محافظة البصرة، هنيئا له. تقدرون أنتم أيضا تدخلون في هذه القرعة لتحصلون هذه البركة من سيد الشهداء وأبي الفضل العباس، اللي هي احنا نوهنا عليها سابقا أكثر من مرة، بس اللي شاهدونه يعني بالجديد، هو مرمر من حرم الإمام الحسين عليه السلام المجاور لضريح سيد الشهداء بما يقارب 70 عام،
وكتاب الله العزيز الحكيم وماء من سرداب أبي الفضل العباس وتراب من القبر الشريف ومسبحة من حرم الإمام الحسين عليه السلام والتربة أيضا وراية أبي الفضل العباس اللي تكون في القبة لمدة 3 أيام. من الحسين على طار الخيط نقول إن إحنا السالفة تبدأ بخيط تنتهي إلى أن نوصل للجذر أو للأساس مالتها. في يوم من الأيام شيخ يروي رواية أو قاعد في مجلس سيدتي مولاتي أم البنين سلام الله عليها قاعد يحكي قصة إنسانة ما إلها ارتباط بالدين ولا إلها علاقة بالدين، بالإضافة لهذا الشيء أنه هذه الإنسانة مغنية قاعد يحكي لهم قصة أم البنين سلام الله عليها وكيف أنه تحضر للناس وكيف أنه هي الشافي وشنو كراماتها ومعجزاتها. فرواه لهم هاي الرواية، الرواية طبعا هو أو القصة اللي رواها داخل المحاضرة مالته مو سامعها. البنت نفسها جتي وحكت له كرامة أم البنين اللي صارت سلام وياها سلام الله عليه. هذه الإنسانة أنه مجدة كانت من قد ما أنه مجدة مجدة زادا إضافة إلى صوتها جميل دخلت معهد الفنون فصارت مطربة. هذه الإنسانة اشتهرت انعرفت في بلدها، صار بيها مرض سرطان والعياذ بالله، ويا رب الحفظ والسلام إلى كل أخوتنا وأخواتنا أصحاب الأمراض المستعصية زادا أمراض اللي موجودة حاليا سواء كانت للذرية أو لأهل الكورونا وكل مرضانا إن شاء الله يا رب السلامة والشفاء العاجل لهم بحق. هي سيدتي مولاتي والبنين تقول أو يقول الشيخ يقول إنه هذه الإنسانة انصابت بسرطان، عزوا الأطباء عن مشافاتها ومعالجتها فاضطرت إنه من البلد اللي هي ساكنة به تتحول إلى تايلند لأن إنه هناك عندهم فد أجهزة معينة يكشفون المرض وين بالضبط ويحددون مكاناته حتى إنه يستأصلوه. تقول فراحت التايلند، دخلت التايلند طبعا هي مأيسة كلش مأيسة من حالتها لأن إنه وصلت مرحلة نطق ماكو ورجليها متقوى انه تشيلها ولا تقدر انه تحرك يديها، فاخذوها اهلها مثل ما نقول انه شالوها ببطانية وراحوا اللي معروف بينهن. فراحت التايلند او ودوها الى تايلند من ضمنهم انه اختها وياها وامها وابوها. فمن راحت ان شاء الله فمن راحت التايلند هي بعد تعرف انه انسان دي يشوف انه دي صارع الموت وقريب انه ايامه قريبة بالدنيا، قاعدة تبكي بينها وبين نفسها شنو سويت أنا بحياتي راح أموت ما شبعت من شبابي أنا كلش ما شفت من الدنيا. تقول فحضرت لها امرأة بين النايمة هي وبين القاعدة إنسانة لابسة حجاب أسود كامل كلش ما مبين منها بس مجرد أنه كنور بمكان الوجه وما تقول ما شفتها للوجه. تقول حضرت لي هذه الإنسانة وتقول أنا صراحة صفنت أنه أنا وحدي بالغرفة زين من هي هاي. تقول فحضرت لها وقلت لها انخي ام البنين مع العلم انه هاي الانسانه ما لها علاقه بشيء اسمه اهل البيت نهائيا ولا تعرف منهم ما اهل البيت. الله. تقول قالت لي انخي ام البنين وشفائج على ايديها. تقول فاني ما اهتميت للموضوع. تقول طلعت المره فتحت الباب وراحت. تقول انا ما ظل الموضوع ببالي. تقول رجعت للبكيه مالتي وللحسبه مالتي ويا الهي ويا الهي. تقول فنفس الشيء تكرر عندي مره ثانيه من حولوني من الردها اللي انا بيها للردها الثانيه اللي يجهزوها للفحوصات. تقول ايضا حضرتني نفس الشخصيه. تقول ايضا اجتني وقالت لي شفائج على يد ام البنين فانخي ام البنين وراح تنقضي حاجتك وراح تقومين بالسلامه. تقول ايضا ما اهتميت والله. تقول فوصلوني اخير مرحله انه باليوم التالي اليوم الثالث تقول ودوني خلوني انه بعد قريب للغرفه اللي سووا بها الفحوصات. تقول فقاعده اني وحدي وراسي بين رجلي شلون انه النفسيه يعني انه قاعده معينه وخاله راسها بين رجليها وبينها وبين نفسها انه هنا اذا ما صار الفحص انه راح اموت واكيد هذا الشيء لانها مرض سرطان ما يعرف احد ما يعرف فلان وفلان مرض ياخذ الموت انتهت نهايته موت السرطان نهايته موت. تقول فيه قاعده حسيت روحي انه ايضا اهلي ما موجودين يمي
وانفتحت باب هيك مسافه من ممر بعيد للممر اللي انا قاعده بي، تقول ما اشوف ايضا الا انه انسان زي عربي. ما العلم انه تايلند ما بيها هيك ازياء، يعني بلد مو انه ذاك الاسلام القوي حتى انه يطلع بهالزي العربي. تقول ايضا اجى علي وقال لي جتي امي وقالت لك انخي ام البنين وشفائك يم ام البنين، فانخي ام البنين تاخذين شفائك. تقول فأني بهاللحظة هاي حسيت على روحي، رأسا سألت أختي إنه قد يكون إنه عدم معلومات أختي أو أمي باعتبارهم إنه كبار السن يجوز عدم معلومة. تقول فسألت أختي من هي أم البنين؟ كان قلها أم البنين هاي على ما أتصور إنه عندي شيء عفد إنسانة مبروكة والله. قلت لها يعني شلون؟ قلت لها إنه ما أعرف، بس أنا سامع إنه عندي فصديقة شيعية كانت وياي بالجامعة وتحكي دائما على أهل البيت إن شاء الله، تحكي دائما تقول ام البنين ومن شيعة امير المؤمنين. تقول فما انه بهاللحظة قالت لها علي من طلعت التليفون خابرت من هي ام البنين؟ كان اقول لها ام البنين انه فد فلان يقول رأسا صلت على محمد ذيك، والله اللهم صل على محمد وسلام الله عليها. مرت الاخ زين شو سوى هاي ام البنين؟ قالت لها هاي زوجة امير المؤمنين بنت فلان بنت فلان بنت فلان. قالت لها شنو شغلها بعد؟ قالت لها انه احنا بالنسبة لنا تعطينا كرامات. والله تقول فأنا رأسا قلت لها خلاص شكرا، تقول سديت الخط. تقول فحضر لي نفس الشخص وقال لي توجهي إلى فلان مكان أو فلان دولة يقام عزاء على السيدة أم البنين قصدي وراح تشافين. القصة طويلة طبعا أخوتنا أخواتنا أصحاب الحوائج، إن شاء الله بكرة راح نبدأ القصة أو نختم لكم باقي القصة ان شاء الله، وان شاء الله بحق ام البنين تقضي حوائج الجميع ان شاء الله. الجميع مقضي حوائج بكره وبنفس الموعد على موعد واياكم على شاشه قناه الامام الحسين في تمام الساعه 12:00. انا وياكم خادمكم سيد عماد الحكيم والملا حسين كربلائي، وراح ننتظركم على الارقام الموجوده اسفل الشاشه للي يحب انه يشارك ويساهم في بيت الحسين وفي القضيه الحسينيه على حب الحسين عليه السلام. في امان الله. في امان الله.